اديهاش اديهاش بقى العقاب. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. ممكن ادوق من طبقك؟ اتفضل. في انتظارك. ممكن اتفضل. في انتظارك. لا هنا احلى. انا عندي ناقص ملح. يبقى في انتظارك. في انتظارك. انا في من انتظارك ملت ناري في ضلوعي وحطيت حطيت حطيت وانا مش عرفني حطيتي ايه السعاده انت مش عرفني انا حطيت ايدي على 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 انت يا فجره على اي حته وعديت الحمد لله سلامنا البنت على اي حته عادي بقى اتكلم جد على اي حته عادي عادي الحمد لله يا ريتني يا عمري ما شمي احلى حاجه فيكي حفظك للكلمات بصراحه يعني لا ما شاء الله البنت بتسمع بتفكرني بزمن الفن العظيم ما شاء الله تعرف يا خالد بترجعني الايام زمان زمان ايام الناس اللي كانت بتكتب وتقول فاكر رياض ياسين ايه فاكر ايام احمد رامي يا رياض السنباطي كوفي عنان البلد مش هتجيب رقاق زيك يا كوفي الله يمسيه بالخير لا يا كوفي ده ما يتعوضش يا خالد الله يمسيه بالخير ولا ام كلثوم كبرياء العزه كرامه الشموخ فاكر رياض كانت تضرب المنديل من دول تقف على المسرح وفي شموخ تقول على دول يما يما على دول ايام فين ايام ست الكل زمان بتغني لمين يا بنت عمي فارس احلامي اللي هيخطفني على الحمار الابيض ايه ده ايه ده انت سكرانه انا سكرانه امال بتتطوحي كده ليه انتي مش شم انت بشم هيروين؟ لا 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 بشم بنزين 80 ولا 90 يا فجره 90 نضيف زي القشطه اضربي اس كلها يا بنت ولايه خالد نعم انت بشم بنزين اه خليها تفول بعيد ما تفولش في وشي ده احدث كيف يهن الدماغ ومس ان هو رخيص ومتوفر انا اروح محطه البنزين وادي مناخيري للراجل واقول له فول 90 يوم دب بالخرطوم في مناخيري واسحب انا بقى اروح الاس اول ما يشوفوني داخله بتطوح امسك يالا شمامه هيروين خارجه على القانون ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هيروين اخرج وحدفهم بالطوب صلاه النبي بتحدف الحكومه بالطوب بيعار في العيله ليه؟ بتقول لك بتعمل دماغ بالبنزين دي مصيبه سودة قال يعني البنزين بيعمل الدماغ اللي على حق هو في حاجه تانية فين يا ايام الدماغ اللي على حق إيه؟ فاكر ايام زمان إيه؟ مش عارفه مصلحتها فين واحنا في سنك يا قطه كنا بنضرب زبل حمام الغذا الصح 35 شاب تحت الغية ويا زبد الحمام يا مطلع عليه ريش زمان ايه ده مالك يا اس انا مش مرتاح لكم ليه انت بنزين وهو زبل حمام ده انتوا عيله زباله بصراحه جاتكم القرف احكي لي فرحيني يا خلف الحبايب لما التانك يفضى ومؤشر دماغ يجي على الزيرو تجري على محطه البنزين تفولي 90 لا اجري على بتاع البويات وبتعملي ايه عند بتاع البويات اشم كله 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 يا بنت الملزقه تعمل ايه كله دي دماغ عاليه قوي واذا ما لقيتش كله شم غيرها غيرها واجري على الاس امسك يالا شمامه هيروين خارج على القانون ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هيروين عشان خاطري اضطروا يدخلوا البنزين وكله في المخدرات وابتدوا يقبضوا على اللي بيشموه الحمد لله قفلوا عليكي كل حاجه تعملي دماغ بايه تاني بالكريم كريم ايه الكريم بتاع البشره هو ده يعمل ايه ده دماغ عاليه قوي دماغ عالية؟ ده انا على كده واكل مصنع يا بنت ومس ان هو في نفس الوقت ملين يا مسهل النهارده الصبح شريت علبة كريم وقمت حطاها في نص رغيف واكلاها سندوتش كريم وطلعت على الاسم وانا فلة اول ما شافوني داخلة بتطوح قالوا لي بس حطينا كله والبنزين في المخدرات قبض عليا وخدوا عينة من دمي مالوش فيها ولا بنزين ولا كله لقوا كريم لا لسه ما اكتشفوهوش طب وفريد اكتشفوه هتلاقي ألف حاجة وحاجة تعمل بيها دماغ صراصير نمل هو انت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي يعني ايه بتكيفي نفسك؟ يعني بروق العمة ايه؟ بتروقي العمة؟ طب اندهين يا مريم ما انا بروق الشقة كل يوم يعني جت على العمة بتاعتي يا ابني انت عبيط ايه؟ بسلطن لأنفخي لا انت اللي عبيطة ليه؟ بتروحي الاسم ليه؟ عشان اغزه بغز القانون واستفزه انا كده ما احبش حاجة تقيد حركتي احب اعيش حرة مفلوتة ماليش كاسر وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياة يعني حركات الحياة ايه؟ أنا حرة في الحركات اللي أعملها أتحرك كده أتحرك كده أتحرك الحقيقة يا اسم إيه؟ الكريم صيح الحركات على بعضها يبقى ده كريم لوسي ده يا بنت أنا ما أقصدش الحركات ديت
أنا أقصد إن القانون بينظم الحركات الوضعية. أولاً الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعية. يخرب بيتك، أنت عاملة كده ليه؟ اسكت، مش أنا النهاردة اصطدت صيد. طب فرحيني بقى، اصطدت إيه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، اصطدت شبان. إيه؟ اصطدت شبان إزاي؟ كده يا ولا كده. يا ولا كده؟ آه. أنت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم إيه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا قاسم. خدي هنا انطقي، تعملي بيهم إيه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حد يشم؟ لا 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 لا، بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ اه طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي، انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه. انا صاحبه اشم كله وغيره وباكل كريم بس صاحيه النفس. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ ايه اللي تأدب؟ وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ اه. طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ اه طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط. بس انت الوحيده اللي فاكراه صح، بس هو غلط. انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه صح 100% ومفيش حاجه غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا كلام. عندك احنا اهو كلنا اولاد عم. أه. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. اه. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. اه. انما انا بعمل غلط من وجهة نظرهم ببجاحه. اه. يبقى مين فينا الاقوى؟ اه. اه ايه؟ خلاص سك على الموضوع. ده انت مخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب ما ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ لا شلح. طب يلا. إيه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا، هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك، هنلعب ثلاث ورقات. طلع البيت يا قاسم. البيت ديت؟ لا استنى، علق الاول. علق ايه يا حسره؟ ده ما معيش تعريفه. ليه والساعه اللي في ايدك دي؟ لا. ايه الا الساعه؟ ليه ده انا معلم بيها ايدي الشمال؟ لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا معلش معلش، يلا نلعب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما انت محترمه يعني تاخد حاجات وتقولي لي محترمه. تعالي بس. ايه اقول لك؟ ايه تيجي نلعب فوازير؟ ناس. طب تعالي هقول لك فزوره. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذره. ايه؟ لا غلب حماري يا بنت. فكري كويس، اسم دوله اوروبيه لو حطيت عليها نقطه تبقى اسم عالم ذره. غلب حماري. قطر. لو حطيت عليها نقطه هتبقى قطز. 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 هو قطز اسم عالم ذره؟ يعني هي قطر دوله اوروبيه. نلعب بقى شويه. يلا بينا نلعب. يلا هوب. لا لا لا. يلا بينا نلعب. يلا هوب. 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 بقول لك ايه؟ تخلف. بقول لك ايه؟ ايه رايك في هبلي؟ شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم، أنا عمري ما جبت السيرة لحد إني أهبل. ليه يا قاسم؟ تواضع. تواضع إيه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، أتعامل على إني إنسان عادي جدا، قمة التواضع. طب أنا مش عايزة ألعب اللعبة دي تاني. ليه؟ ليه إزاي؟ مش عايزة ألعبها، ممكن أقول لك فزورة؟ آه لا تحت أمرك. عادي وديع؟ طيب بص. عندنا حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة، يخرجوا منها إزاي؟ ده سؤال صعب. حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة؟ آه. مريم. ها. الأوضة ديت ليها باب؟ آه ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ آه مفتوح. ده صعب جدا كده. طب أنا رأيي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان رأي الحمار. حلوة قوي. انا بيتك خمتيني. يلا نلعب بقى شويه. نلعب ايه؟ يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. اوه تخلف ده. بقول لك ايه؟ ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه رايك في عبطي؟
شفتي اعبط مني؟ لا طبعا، هتشوف فين. طب والله يا مريم ما جبتي سيره لحد ان عبيط. ايوه مفهوم يا قاسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعالي. لا انا مش عايز العب. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايز العب. ليه؟ ايه اللي ضرب؟ بقول لك ايه، كرسي في وشك. تعالي بس. مش عايز العب. يا بنت تعالي نلعب شويه. لا. طب مش عايزه لعب؟ اه. عايزه ايه طيب؟ مش عارفه، انا مش عايزه، انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم، يخص عليك. عليكي. لا. لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعالي. طيب قول. تعالي. طيب. ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. ما انا فك. ايه مريم؟ ايه؟ عصبية انت خالص. لا خليكي يعني عادي. حاضر. لا فكي فكي يلا. خليكي سير لك يعني، ما تبقيش. افتكرت، اديك شفت الهبل وشفت العبط، اوريك التخلف. لا لا خطار. التخلف كويس. لا 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 والله. لا هتندمي. لا دي فرصه. لا راسك هتبقى تحت ورجليكي فوق. والله هتندمي. استغلي فرصه ان انا منفعل. في ايه يا مريم؟ مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي؟ جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالى خلاص نأجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف. انا مش عايز ازعلك والله. طيب تعالى اقول لك فزوره. طيب. طب اقعدش. حاضر، سيب ايدي. طب اقعدش. ما انا هقعد. طب اقعدش. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقولك ايه؟ اقعدشي. انت جايب الديناصور بس معايا، سيبني. يا مريم اقعدشي. يا ابني هعصبني بقى، ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب. ايه؟ هو انا فرخه بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. ما اقعدش. اهو اهو. بيتك 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 بيتك. اقول لك فزوره بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي؟ ارش. يخرب بيتك ده انت مقرفه قوي. مره من نفسنا، ده انت حرينا. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. ها. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. النمل هيجي عند السكر عشان ياكله، هيشم النشوق، هيعطس، هيخبط راسه في الرخام، هيموت على طول. حلوه حلوه. بس انا مش عايزه العب معاك تاني. ليه؟ ليه ايه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفلتيش يا هبله. يا ولاد عمي، يا ولاد عمي، يا رمم فينكم يا شحاتين؟